هاي كيفكن؟ اليوم رح نحضر سوا كيك على شكل نيل بوليش. تابعوني بالفيديو لتشوفوا كيف حضرته. حضرت أنا قبل كيك وبتر كريم بنكهة الفانيلا وقطر لسق الكيك. تقدروا تلاقوا وصفتهم بالديسكريبشن بوكس. هلأ أنا بفضل الفانيلا، بس أنتوا إذا بتحبوا الشوكولا فيكن إنه تقللوا من وصفة الكيك ربع كوب طحين وتبدلوها بكاكاو، وكمان للبتر كريم بتقدروا إنه تزيدوا عليها كاكاو أو شوكولات مدوب. أنا شخصياً بفضل الشوكولا المدوب لأنه بيعطي طعم الشوكولا أقوى وبتكون البتر كريم كريمي أكتر. بلشت أول شي بالكيك الكبير اللي هو عملته من 5 طبقات، حشيت كل طبقة بالبتر كريم وسقيتها بالقطر، وغلفت الكيك من برا كمان ببتر كريم وأكيد رديته على البراد. دايماً بأكد على فكرة إنه نرجع الكيك على البراد لسببين. أول شي الكريم من جوا لازم تجمد لحتى نحن عم نغلفه من برا ما بقى يزيح ويضله جالس، ومهم إنه من برا كمان يجمد لحتى بس نغلفه بعجينة السكر تضلها جالسة. ولحتى أعمل الكيك الصغير اتبعت نفس الخطوات، سقيت، حشيت، غلفت وعلى البراد. وهلأ إجا وقت عجينة السكر. أول شي قست طول الكيك، بعدين مديت عجينة سكر باللون الأسود وغلفت الكيك فيها بالطريقة اللي شايفينها. ولغلف الكيك الكبير كمان قست طوله واخترت اللون الأزرق لحتى غلفه بنفس الطريقة ورديته على البراد. ولحتى يصير عندي شارب ايدجز مثل ما شايفين، أنا اخترت إني أقلب الكيك وارجع أعمل دائرة على قده من فوق وغطي فيها مثل ما شايفين. ولحتى يكمل عنا النيل بوليش ركبت الاثنين كيكس فوق بعض وصار عنا هيدا الشكل. وللمسة الأخيرة مديت عجينة باللون الأسود واستخدمت كوكي كاترز لحتى أقطع الأحرف OPI ولزقتهم على الكيك. وهيك صار الكيك جاهز. ما تنسوا تتركولي آرائكم واقتراحاتكم بالكومنت بوكس، وتعملوا سبسكرايب لقناة أطيب طبخة وتدقوا الجرس ليصلكم نوتيفيكيشن مع كل فيديو جديد. باي.